تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحجور من إلقاء القبض على المشتبه فيهم في قضية سرقة منزل ببلدية حجور. تعود حيثيات القضية إلى تقدم أحد الأشخاص بشكوى إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحجور، مفادها تعرض منزل الكائن بحي سيدي بوفاضل بلدية حجور للسرقة، وبعد تنشيط عنصر الاستعلام وفي ظرف وجيز تم التعرف على أحد المشتبه فيهم وتوقيفه ليدل أفراد الفرقة على مكان إخفاء المسروقات بواد بوركيكا. على الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان أين تم توقيف بقية المشتبه فيهم، وقد مكنت العملية من استرجاع المسروقات المتمثلة في جهاز كمبيوتر محمول، كاميرتي تصوير، لوحتين إلكترونيتين، جهاز استقبال، سماعتي أذن، ساعة يد، بالإضافة إلى مصباح يدوي وحقيبة تحتوي على أغراض خاصة. في نفس السياق تمكن أفراد الفرقة أيضا من الإطاحة بشبكة مختصة بسرقة المنازل، أين تمكنوا من استرجاع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدر ب 545 دولار وتوقيف المشتبه فيهم. تم فتح تحقيق في القضيتين وسيتم تقديم موقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.